ما حكم العرض على ما يسمى بالزير للرجال فقط؟ كيف العرض؟ لعبة العرض يقصد على الزير. ما يجوز للرجال انهم يستعملون اللهو واللعب بجميع انواعه، سواء سمي عرض تزيير او غيره. المسلمون يشكرون الله عز وجل ويحمدونه ويذكرون الله، ولا يشتغلون باللهو واللعب وانواع العرضات وانواع الاغاني. هذه انما هي للسفهاء، ليست للمؤمنين المسلمين العقلاء الرجال الذين يحملون العقول ويحملون الرجولة. ما يستعملون هذه الأمور، إنما يستعملها السفهاء من الناس. نعم.